مين دلوقتي؟ حول ولا قوة إلا بالله. استني استني أنا هفتح. مين؟ معلش استحملني. انت مصحينا الساعة 2 بالليل أنا وجيت ليه؟ عشان تقول لي استحملني؟ يا أخي خو بعناك. أيوه عامل كيف يا أبوك؟ تمام حبيب قلبي. وش مشحمك ولحمك يا أخوان. شكرا شكرا يا كاترينا. شكرا حبيبتي الله يخليك. يلا سلام. جهزلنا الحلو. ها هاي 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 هاي. والله وبقيت تتكلم لغات ياد يا شويلة. وانت لسه شفت حاجة؟ يلا مد يدك. بسم الله. مد يدي كيف يعني؟ كل يعني تفضل تتفرج. اكل؟ ها بجد واحد امه امال ايه يعني؟ اكل كل. والاكل شكله حلو قوي، خايف ابوظه. قول يا تخش. بسم الله. خش على طول. ده كل ده ليك، ما حدش هياكل منه لقمه غيرك انت، كله ليك انت. ايوه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا يا ولد قول كل. انت عرفت كيف حكايه سويلم دي وجيت هنا كيف؟ ها سويلم مين؟ انا سويلم. ايه؟ عرفت كيف ان انا اسمي سويلم وجيت كيف هنا؟ جيت كيف؟ يا ابني أنا بسألك يا ابني. أيوة. اللي جيت كيف؟ ما أنا بسألك. عرفت كيف؟ ها؟ عرفت كيف؟ عرفت كيف إن أنا اسمي سويلم وجيت هنا كيف؟ مين اللي جابك؟ ها؟ إيه؟ يا ابني وأنت بتاكل كل يا عم، ما قلناش حاجة. وبعدين هي الفرخة هتطير، ما هي ميتة. مالك قافش فيها كده؟ أيوة ميتة فعلا. وأنت أيوة. بتاكل إيديها؟ ها؟ أيوة. سلي نفسك. تكلم معايا عشان ما تخنكش. أيوة. قول لي عرفت كيف ان انا اسمي سويلة؟ ايه؟ مين اللي قال لك ان انا اسمي سميل؟ مين؟ مين يا ابني اللي قال لك؟ مين؟ مين قال ايه؟ يا عم وانت بتاكل ريحني. طيب ريحني انا. حط اللحمه في الرقاق. امال حطوا ايه؟ كاوتش؟ لا حول الله. لا طبعا حول. ان انت تقعد قدام الوكل ده كله بالنسبه لك صدمه حضاريه، ان انت شايف كل الحاجات دي. انا اللي غلطان. قول لي هناك ده بطاطس. هات البطاطس. شايف الباميه والبسله ومركز في البطاطس؟ هات هات. سبحان الله سبحان الله. هات بس. ها عرفت كيف حوايج موضوع سويلم دي؟ سويلم مين؟ يا عم انا ده مجنن. ما انا سويلم. مش جنك. مش انت جيت وقلت انت سويلم؟ طيب مين اللي قال لك؟ انت مستني كبير. ادفع يا ابني ادفع بس بسرعه عشان الفجر هيجد. انا قاعد هنا لحد العيد. طيب كويس. على الترابيزه دي محدش هيجاوبك. بس كلمنا قول لنا قول لنا. ايه ده؟ فلفل احمر. معلش عيش. معلش عيش. مين اللي قال لك حكايه سويلم دي؟ ومين جابك هنا؟ انت زهقتني. لا انا ما تطافع. قوم قوم امشي. قوم تعالى نقعد. ما انت قاعد قدام الحاجات دي مش هتطفح، مش هتتكلم اصلا. قوم حاجة هم. قوم يا اخي. يلا يا عم قوم قوم. تعال يا عم قوم. يلا تعال اقعدك في الانتري. اتفضل اقعد. اتفضل. انت هتعيش بيها دي ولا ايه؟ ايوه يا عم خلص. تعال اقعد. اهدي. ايه؟ اهدي. ده التلفزيون. كل ده تلفزيون؟ ايوه. ده على كده يجيب المسلسل كله في يوم واحد. ليه يعني؟ ساحر هو كبير بس بيجيب الحاجات اكبر من اللازم بس. اتفضل اقعد اقعد اقعد. ايه رايك في الانتريه؟ حلو طاري. ها؟ ايوه ايه ده؟ جميل جميل جو. مية مية. ايوه ها الموضوع اللي اتكلمنا فيه على الترابيزه الملعونه اللي هناك دي، ايه نظام معاك؟ موضوعي. مين اللي قال لك حوار سويلم؟